الأستاذ هاني خليفة، طبعا ألف ألف مبروك على عرض فيلم رحلة 404 في مهرجان وهران بعد عودته بعد غياب 6 سنوات. حقيقة المهرجان ليه مكانة كبيرة في قلوب أهل الجزائر وفي قلوب صناع السينما في الوطن العربي. ألف مبروك على العرض، وألف مبروك على ترشيح الفيلم من مصر للأوسكار. عايز أعرف منك استقبال الجمهور الجزائري للفيلم النهاردة، شوفها كان في إقبال كبير والناس خارجة من الفيلم مبسوطة، وقصة الفيلم أو الفيلم نفسه ما هوش قصة محلية، بالعكس يعني يقدر كل الوطن العربي أو حتى خارج الوطن العربي يقدر يحس بأن القصة بتعبر عنه أو الشخصيات اللي موجودة فيها من روحهم يعني. ففي البداية قول لي استقبال الناس للفيلم كان عامل ازاي، وشفت خطوة ان هو يتعدد او يترشح للأوسكار عامل ازاي، وفيها هل فيها نوع من التعويض شوية عن المشاكل اللي قابلت الفيلم مع الرقابة والتأخير اللي حصل؟ أسئلة كتير في بعض. طيب أولاً، الرد الفعل اللي هنا في الجزائر في وهران أتصور إنه رد فعل مرضي جداً. أنا حسيت إن الناس اتأثرت وسعيد بده جداً. وجودي في وهران بعد توقف وهران، مهرجان أعتقد غالي على كل السينمائيين العرب ومهم إنه يبقى موجود. أنا بالنسبة لي بشكل شخصي سعيد جداً في تواجدي في وهران وفي الجزائر لأول مرة. بالنسبة لترشح الفيلم لأوسكار، وإذا كان ده تعويض عن شيء أو عن كده، أعتقد الحاجات دي لا، مفيش تعويض عنها. التعويض الحقيقي هو وصول الرسالة للمتلقي، إن الفيلم وصل للناس والحمد لله الناس تجاوبت معاه بغض النظر أو برغم ما اقتطع منه، فيظل شيء منه موجود والرسالة بتاعته وصلت الحمد لله بشكل ما. الفكرة إن الفيلم بيمس انهي مجتمع؟ انا اتصور ان الفيلم بيمس مجتمعاتنا العربيه، ولكن لا يمس مجتمعات غير اسلاميه، لانه فكره الحج نفسها فكره في الثقافه الغربيه قليله، هي موجوده في الثقافه المسيحيه بس في الثقافه المسيحيه الشرقيه، انما المسيحيه الغربيه ما اعتقدش انه فكره الحج بالنسبه لهم تساوي نفس الشيء يعني. فمعرفش تلقي الفيلم هيبقى عامل ازاي، بس انا سعيد جدا بحمد ربنا جدا على الشيء اللي حصل بالنسبه لنا في الوطن العربي كله يعني. ان شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. شكرا. ميرسي يا فندم.